سيدة شونا، حدثينا عن اجتماع لجنة الإشراف العليا. اجتمعت اللجنة بالأمس ويرأسها المكتب الدولي للمغارد، والأمين العام بنفسه جاء من فرنسا بالأمس لحضور هذا الاجتماع، وحضر الاجتماع أيضا معالي ريم الهاشمي. و34 دولة تشكل لجنة الإشراف العليا، يرأسها المفوض العام من سويسرا. يجتمعون مرة كل شهر خلال الإكسبو لمناقشة كل النشاطات التي تحدث في موقع الإكسبو، وطبعا تشجعنا كثيرا بأنهم وافقوا على كل إجراءات السلامة التي يتم اتخاذها. الجميع كان حريصا جدا على التأكد من أن لدينا إكسبو آمن للزوار وللموظفين على حد سواء، وأن هنالك الاختبارات تتم بشكل دوري لكل من يتعامل مع الجمهور. فريق الترفيه يجري فحوصات كل 24 ساعة، وكل ما يحدث لاقى ترحيب. أرجو أن تحدثينا سيدة شونا عن التحضير لاحتفالات ليلة رأس السنة. الجميع يريد أن يعرف وبشكل حصري النشاطات التي ستكون موجودة ليلة رأس السنة. لدينا أولاً تحول الموقع برمته إلى احتفالية ويبدو بشكل جميل جداً، ولكن ليلة رأس السنة نفسها تحديداً، ولأن هنالك 192 دولة هنا معنا في الإكسبو، نريد أن نحتفل معها كل على حسب توقيت الزمن الذي يدخل به إلى العام الجديد. نبدأ عند الثالثة ظهراً حيث أوائل الدول تحتفل بدخول العام الجديد، الثالثة ظهراً في 31 من ديسمبر، ووصولاً إلى الساعة 4 فجراً من 1 من يناير. إذن 13 ساعة من الاحتفالات عبر مختلف التوقيتات الزمنية، وسيغلق الإكسبو عند الساعة 5 فجراً. هنالك مجموعة من الدي جيز العرب، الهنود، الفلبينيون سيعزفون طوال هذه الفترة في مواقع مختلفة من الموقع، ويمكن أن أقول لكم بعض الأسماء اليوم: ديمتري فيكس عند الساعة 11:30 ليلا، وأمين فان بيورن عند الساعة 1:30 ليلا. فيما بينهما لدينا الألعاب النارية عند منتصف الليل، وألعاب نارية أخرى عند الساعة 3 صباحا. إذن نريد أن نحتفل بنهاية العام 2021 ونتطلع إلى العام 2022 بروح من التفاؤل عن طريق الاحتفال مع كل دول العالم. شكرا جزيلا.